مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حوار اليوم. حذر الرئيس الامريكي جون بايدن من استمرار سلوك الصين العدواني في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، مشددا على ان الولايات المتحده الامريكيه ترى ان التواصل مع الصين مهم لمنع الصراعات واداره الازمه وسط المنافسه الاستراتيجيه. وعلى هامش القمه الرباعيه لتحالف كواد، قال بايدن ان الرئيس الصيني شي جين بينغ يتطلع إلى شراء مساحة دبلوماسية لتحقيق مصالح الصين بقوة، معتبرا أنه يحاول تقليل التوتر في العلاقات. حول مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بدور حلقة النهاردة من حوار اليوم مع ضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد التيم. منورنا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار، فابقوا معنا. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من استمرار السلوك العدواني للصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، مشيرا إلى أن هذا السلوك يمثل تهديدا للأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع زعماء تحالف كواد الذي يضم الهند واستراليا واليابان. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتزايد الأنشطة العسكرية الصينية في المنطقة، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية والأمن الإقليمي. وتسعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى تجنب الصدام الكارثي فيما بينهما، وفي سبيل ذلك يقوم مسؤول البلدين بإجراء زيارات متبادلة من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي سياق ذلك، فقد أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان زيارة رسمية للصين الشهر الماضي، تضمنت محادثات رسمية بشأن بعض الملفات والقضايا العالقة بالمجالات السياسية والعسكرية والتجارية. وتعد هذه الفترة بمثابة مرحلة انتقالية في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي ستتضح معها ملامح السياسة الخارجية تجاه الصين، وإن كانت آليات الحوار لا تكفي لحلحلة الخلافات العميقة والتي قد تتأجج في أي وقت في ظل الفشل في التوصل لتوافق بشأنها، خاصة إشكاليات تايوان وبحر الصين الجنوبي والصراع حول التكنولوجيا الفائقة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الكبير الكاتب الصحفي باليوم السابع والمحلل السياسي الاستاذ احمد التايب. استاذ احمد، العلاقات الامريكيه الصينيه علاقات تشهد توتر في العلاقات، صحيح. ثم تصاعد في العلاقات، ثم حميميه خلينا اقول في العلاقات، خاصه ان في وقت من الاوقات كان يطلق على الصين انها الدوله الاولى بالرعايه من الناحيه التجاريه من الولايات المتحدة الأمريكية. من سنتين تقريبا أو سنة كان هناك زيارة لوزيرة المالية الأمريكية وحديث عن تبادل اقتصادي وعلاقة استراتيجية. ماذا يحدث؟ ما هي طبيعة هذه العلاقات الأمريكية الصينية في ظل تجاذبات إقليمية ودولية؟ هو طبعا في البداية خلينا نتفق أنه حاليا هناك تنافس أو حالة من التنافس الدولي لبسط النفوذ القوى على مقدرات النظام العالمي، وخاصة أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية العالم كله بدأ يتجه إلى تشكيل مجلس إدارة جديد، ويتجه إلى فكرة العمل على أن يكون هناك نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. طبعا الكل عارف انه النظام العالمي الاوحد او ذات القطب الاوحد ده كانت بتقود الولايات المتحده الامريكيه وتسيطر وما زال الى الان، لكن منذ اكثر من 20 عام بالاخص بدا هناك الحديث، وخاصه بعد رغبه روسيا وايضا رغبه الصين في التعامل والحوار والشراكه مع روسيا بشكل مباشر او غير مباشر، في فكره انه ضروره التخلص من هذا النظام العالمي التي تقوده الولايات المتحده الامريكيه. صحيح ده ما حصلش بشكل فيه نوع من انواع المواجهه المباشره، لكن في النهايه كان كل الملامح وكل المؤشرات تؤكد ان هناك رغبه حقيقيه من قبل روسيا ومن قبل الصين في تجاوز هذا الامر وفي فكره ان يكون هناك نظام متعدد الاقطاب. وبدا الشغل، احنا بدا يشتغل على الارض، وبقينا نشوف انه الصين الآن بقت أصبحت هي القوة الاقتصادية الثانية في العالم وفقا للأرقام.
أما بالنسبة على أرض الواقع، الصين الآن هي بالفعل هي رقم واحد، وده طبعا بسبب فكرة بسط النفوذ الاقتصادي من خلال العمل على إحداث التنمية في أفريقيا وفي كل دول العالم. وكل هذه الأمور هي أقلقت الولايات المتحدة الأمريكية، وما أحدثته روسيا بفكرة عودة جزيرة القرم والرغبة لفكرة عودة بقى حلم الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية القديمة أو الاتحادية، كل هذه الأمور هي أقلقت الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع حقيقي في فكرة الحفاظ على هيمنة النظام العالمي اللي هي بتقوده. الأمر الآخر أن النظام العالمي اللي هي بتقوده الولايات المتحدة الأمريكية الآن له أدوات، ومن ضمن هذه الأدوات هي منظمات المجتمع الدولي زي الأمم المتحدة، زي مجلس الأمن، المنظمات الحقوقية وخلافه، لأن دي هي الأدوات الحقيقية اللي هي تقدر الولايات المتحدة الأمريكية أن تبسط يدها على العالم. كان هناك نوع من انواع يعني المواجهه او بشكل او التخلص او التملص من قبل الصين ومن قبل روسيا في فكره الاعتراض الدائم والمستمر لسياسات الولايات المتحده الامريكيه في هذه المنظمات. وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه رات انه الصين بالفعل هي يعني لديها رغبة حقيقية في التحول من سياسة الاحتواء وسياسة اللي هو إدارة التنافس إلى فكرة المواجهة وبسط النفوذ، وده احنا شفناه في أكتر من بعد. البعد الأول أنه عندما تتحدث عن أنه الصين كقوة عسكرية، فوجئنا أنه أو العالم فوجئ أنه الصين أصبح لديها قاعدة عسكرية بقت موجودة الآن في القرن الأفريقي خارج أراضيها، وده كان نوع من أنواع في جيبوتي وده كان تحول كبير جدا للصين والسياسات الخارجية. الأمر الآخر أن الصين أصبحت هي القوة الأكبر في العالم، وخاصة بالنسبة للقوة البحرية، تمتلك في عدد السفن، يعني هي الدولة الأكبر في العالم في امتلاكها لعدد السفن البحرية، وبالتالي أصبح هناك يعني تقدم كبير جدا عسكري بالنسبة للصين على طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت هي الرائدة في هذا المجال. أيضا كان هناك يعني طفرة غير يعني مسبوقة بالنسبة للصين اشتغلت عليها خلال السنوات الماضية، وهو التفوق التكنولوجي، وده بقى هو اللي نقدر نقول كان بمثابة الخطر الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية واللي أقلقها بشكل كبير بالتأكيد. جدا خلينا أتكلم أتوقف عند مسألة التفوق التكنولوجي. يمكن كان في وقت من الأوقات كان هناك مش عارف أقولها إيه، لكن هي سرقة تكنولوجية، يعني كانت الصين تقوم باستدعاء تكنولوجيا معينة وتقوم هي مصنعة صناعات خلينا نقول كانت رديئة في الوقت ده، الوقت اللي بنتكلم فيه ده يعني من 30 سنة تقريبا كده يعني أو لحد 20 سنة الماضيين. النهاردة في التفوق التكنولوجي أصبح واضح خاصة في مجال الصناعات السيارات والبرمجيات، وأصبحت الصين تتصدر حتى الأرقام في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لك أن تتخيل الأرقام، لما أقول لحضرتك أن في رقم مهم جدا بيثبت بالفعل أن هناك تفوق تكنولوجي للصين، وأنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية يعني في محل يعني قلق شديد جدا من هذا الأمر، أن الصين تمتلك من براءات الاختراع 40% الخاصة بشبكات الاتصالات اللي هي 5G، وبالتالي الجيل الخامس واخد حضرتك الجيل الخامس، وبالتالي أنت لما تبقى أمام هذا الرقم الكبير جدا، وده يؤكد حقيقة واحدة أن هناك تفوق بالنسبة للصين. الأمر الآخر أن هي دخلت على صناعة مهمة جدا للعالم، وهي يعني صناعة الرقائق الإلكترونية، وده حتى احنا شفنا أنه الخلاف الحقيقي ما بين تايوان وبين الدولة رقم واحد، وبين الصين هي رقم واحد، وبسبب ان الصين ان تايوان تمتلك اكبر مصنع لاشباه الموصلات والرقائق الالكترونيه، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه تريد السيطره على هذا، وفي نفس الوقت تريد ان تمنع وتحرم الصين من السيطره على تايوان من اجل هذا الامر، لانه بالفعل لو امتلكت الصين هذا المصنع من خلال طبعا غزوها لتايوان او السيطره او اعاده العلاقه مع تايوان من جديد، ده هيبقى بمثابه يعني كارثه كبيره جدا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي فكرة التفوق التكنولوجي ده احنا شفنا ان الصين بالفعل حققت طفرة يعني غير مسبوق. لكن الامر الاخر اللي ازعج الولايات المتحدة الامريكية، وبدأت الولايات المتحدة الامريكية تتحول من فكرة ادارة اللي هي سياسة الاحتواء او ادارة التنافس مع الصين الى
فكرة من الممكن أن يكون هناك مواجهة غير مباشرة ولابد من وضع حد لهذا الأمر بالنسبة للصين، كان أمر في غاية الخطورة، وهو خاص أنه الصين اشتغلت على فكرة مبادرة الحزام والطريق، وبدأ الحديث خط الحرير عنها اللي هو خط الحرير، وبدأ الحديث عنها بشكل جدي وبشكل كبير جدا، واشتغلت الصين من خلال أن هي تقدر أن هي يعني أدخلت أكتر من يعني 70 دولة حول العالم في شراكة حقيقية بالنسبة لهذه المبادرة المهمة، وبالتالي هي تقدر أن هي تغزو كل الأسواق، سواء أنت بتتكلم عن آسيا أو أفريقيا أو الوطن العربي أو وصولا إلى الأسواق الأوروبية. خلينا أستاذ أحمد أتوقف هنا على امتداد الصين جغرافيا، يعني لما تلاقي الصين تمتد في القرن الإفريقي، ويمكن صحيح. تقريبا القارة الإفريقية هي مطمع لكل الدول الكبرى، يعني كنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو حتى ألمانيا وفرنسا، باعتبار أن فرنسا هي المستعمر التاريخي لأكثر من دولة إفريقية، تجد أن الصين في علاقتها لها بعد يعني خلينا أقول اجتماعي، بمعنى هي تقوم بمشروعات خاصة بالبنية التحتية، صرف صحي، لا محطات مياه. تأثير هذا البعد في متانة العلاقات ما بين الصين والدول بشكل عام، خاصة أن حضرتك تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها إلا المصالح، صحيح، بغض النظر يعني عن أي شيء، وممكن تقلب الترابيزة في وقت من الأوقات على هذه الدولة ويجيب حد تاني. يعني أي قوة عظمى عشان تقدر تسيطر على النظام العالمي لابد أن يكون لديها رسالة، والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية قررت أن تكون رسالتها الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن خلال هذه الرسالة قدرت أن هي تمكن النظام العالمي أن هو يقود العالم يعني بهيمنتها وبسيطرتها عقود طويلة. من خلال هي كده تتكلم دلوقتي في الموضوع طبعا ده؟ بس هي كانت هي الرسالة، خلاص هي الموضوع ده لحقوق الإنسان، ده دولة مارقة يعني، ده دولة بلطجية كلها، خلينا اسمح لي بقى يعني بعد ما يحدث من حرب الإبادة لأهلنا في قطاع غزة وهذا الدعم اللا محدود واللا مشروط لهذا الكيان الصهيوني، بالتأكيد سقطت هذه الأقنعة من دول الغرب على رأسها الولايات المتحدة، لكنها كانت تعتمد على هذه الرسالة وما زالت ورقة الضغط دي ورقة الضغط ليها وما زالت تدافع عنها حتى الآن، لكن أعتقد زي ما حضرتك تفضلت تماما أنه من المكاسب الاستراتيجية لما يحدث الآن من حروب وخاصة حرب غزة أن هي بالفعل كشفت القناعة زي ما حضرتك تفضلت فيما يخص هذه الرسالة اللي هي فكرة زريعة الحرية وزريعة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور. الصين عندما قررت أن تكون لديها رسالة على اعتبار فكرة أن هي ممكن أن تزاحم في على النظام العالمي أو حتى على الأقل تكون شريكة في قيادة هذا النظام، هي كانت رسالتها كالآتي، هي فكرة العمل على تحقيق العدالة التنموية، فكرة التنمية المستدامة، يعني أن هي تدخل إلى الدول وتعقد شراكات من أجل إحداث هذه التنمية. التنمية هنا بقى هي البوابة الرئيسية لدخول الصين في التعامل مع كل الدول لبسط نفوذها ولبسط السيطرة، وبالتالي احنا شفنا ده من خلال الدبلوماسية الناعمة اللي هي بتتبناها الصين في التعامل مع كل الدول سواء كان في أفريقيا أو خلافه. وبالتالي اعتقد ان الدبلوماسية الناعمة وفكرة التنمية وايضا امر اخر في غاية الاهمية ان هي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي كل هذه السياسات التي تتبعها الصين هي جعلتها يعني من القوى المرحب بها في التعامل وفي الشراكة، سواء كانت شراكات يعني من خلال التبادل التجاري او حتى شراكات على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الدول. الامر الاخر انه ايضا وده يعني ازعج حتى الولايات المتحدة الامريكية ان الصين قررت ان تكون يعني لاعب سياسي في التعامل مع الأزمات ومع الصراعات، يعني كانت الصين ملهاش علاقة بالقصة دي من حوالي 20 سنة تقريبا وهي بتشتغل على فكرة الاقتصاد والنفوذ الاقتصادي وكفى. الآن احنا بنشوف من خلال الخمس سنوات الماضية ان الصين بتحاول ان هي تكون بشكل كبير جدا يكون لها يعني لها دور سياسي، وده احنا شفناه لما قدرت ان هي تنجح في فكرة الوساطة واحداث التقارب مثلا بين السعودية وبين ايران، والكل تحدث عن فكرة ان الصين بالفعل اليوم بقت وسيط مرحب به من كل الأطراف المتصارعة. الآن شفنا حتى مبادرة السلام بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية وتبنتها الصين، وبالتالي الصين بات لديها يعني طموح سياسي بأن تكون لاعب سياسي أو طرف يحاول بقدر الإمكان أنه يقوم بجهود من الوساطة وخاصة فيما يخص الأزمات وبؤر الصراع. كل هذه الأمور طبعا أقلق الولايات المتحدة في ظل طبعا تفوق اقتصادي أو في ظل طموح اقتصادي كبير جدا،
وفي ظل طبعا علاقات باتت مفتوحة على مستوى الشراكات الاستراتيجية الكبيرة مع الدول في كل دول العالم. الأمر الآخر الأرقام فيما يخص والبراءات الاختراع والتكنولوجيا والتفوق التكنولوجي ده أيضا يعني أقلق الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الأخير أنه بالفعل يعني مثلا تكتل زي تكتل بريكس، وكانت دايما الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على فكرة الدولار وفكرة التحكم في الدولار وقيادة العالم. الآن دلوقتي شفت أنت التكتل البريكس اللي بتقوده الآن روسيا والصين قدر أن هو يجذب عدد كبير جدا من الدول، وبالتالي أصبح العالم أمام تكتل جديد من الممكن أن يسيطر على 60% من اقتصاد العالم. وفي هذه الحالة يعني أن الصين وروسيا ستقود 60% من اقتصاد العالم، وبالتالي كانت كل هذه الأمور هي مصادر إزعاج حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ أحمد خليني هنا أتوقف على طبيعة تايوان، يعني طبيعة الدولة حتى شكلها ووجودها في المنظمات الدولية، اعتراف الدول بها، هي لها خصوصية خاصة يعني. ومش عارف ليه هستدعي هونغ كونغ مع ان الفرق كبير، هونغ كونغ كانت صحيح. مستعمرة محتلة من قبل بريطانيا وتم تسليمها للصين. ايه اللي يمنع انضمام تايوان للصين؟ وهل هذا المنع تمارسه خاصة انها كانت دولة واحدة يعني صحيح. تمارسه الولايات المتحدة الامريكية بقوة على اعتبار ان تايوان هي ورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين في أوقات معينة؟ ده صحيح طبعا، هو تايوان هي جزء طبعا من الصين ودولة واحدة، ولكن حدث نوع من أنواع يعني حتى الصين فرضت نظام أو عرض على تايوان اللي هي عرضت على هونج كونج فكرة أن يكون هناك دولة واحدة دولة واحدة بنظامين، لكن تايوان رفضت واخد حضرتك وقررت أن هي يعني تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا احنا الولايات المتحدة الأمريكية قدرت من خلال التعامل من سياسة اللي هو إدارة الصراع وإدارة هذه المنطقة الحيوية بأن تكون لديها موطئ قدم في هذه المنطقة المهمة جدا، كانت طبعا تايوان هي الاختيار الأمثل للولايات المتحدة الأمريكية. وده شفناه حتى على مستوى القانون والتشريع، الكونجرس الأمريكي أقر قانون للعلاقات ودعم يعني يسموه كده قانون تايوان لتقديم المساعدات بشكل غير رسمي لتايوان، في حين أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالصين على اساس ان هي الصين يعني واحدة. الصين ذات طبعا اللي هي الموحده. وبالتالي اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه هي تحاول بقدر الامكان ان توظف ورقه تايوان للضغط على الصين، وفي نفس الوقت كبح نفوذ الصين وقطع الطريق التمدد في هذه المنطقه المهمه جدا للصين. غير انه الولايات المتحده الامريكيه من دائما في اداره يعني استراتيجياتها وتحقيق سياساتها ومصالحها هي دائما ما تضع في كل منطقة مهمة جدا وحيوية يعني مش عايزين نقول اللفظ كده نقول مسمار يعني خد حضرتك زريعة هي تقدر تشتغل من خلال ان هي تنفذ اجندتها في هذه المنطقة. على ذكر الزريعة يعني وهنا عايز اتكلم على التشابه بين اوكرانيا كمسمار لاستخدامه او كورقة تستخدم ضد روسيا، ووصلت لمرحلة خطيرة صحيح الحرب طبعا اوكرانيا بدعم الولايات المتحده الامريكيه ودول الغرب، وروسيا طبعا لها بعد استراتيجي وامن قومي وده حقها يعني. صحيح. هل يمكن ان يتصاعد الامر لاستخدام تايوان بهذا الشكل مع الصين؟ مهدأ يعني نقدر نقول تايوان يعني تداركته خلال الشهور الماضيه وخاصه بعد الانتخابات الجديده، وبدا الحديث داخل تايوان نفسه وداخل النخب السياسيه التايوانيه ان هو من الممكن ان يتكرر سيناريو اوكرانيا في 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 تايوان، لانه الولايات المتحده الامريكيه ما فعلته في اوكرانيا الان من خلال الدعم اللامحدود لاوكرانيا، وفي نفس الوقت حاولت ان هي بص يعني وقف ومنع وتحييد النفوذ الروسي بالنسبه للسيطره والهيمنه وخاصه على يعني اوروبا ومقدراتها، اعتقد انه تايوان في هذه الحاله هي تدرك هذا جيدا، وبالتالي كانت هذه الرساله هي رساله يعني ترحاب من قبل الصين لبدء علاقات
علاقات من الممكن بدء علاقات جديدة بين تايوان وبين الصين، وده احنا شفناه في أكتر من مؤشر يعني خلال الفترة الماضية. لكن كل هذه الأمور هي في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية بتشتغل عليها، ألا وهي أنه الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي من خلال السيطرة على النظام العالمي والحفاظ على الهيمنة الأمريكية في قيادة العالم تحت أي شكل من الأشكال، وده من خلال طبعا فكرة اللي هو الاستثمار في الصراع والاستثمار في الأزمات، ومن خلال أيضا وضع بؤر صراع تقدر من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم هذه البؤر لتحقيق أهدافها ولتحقيق المشروعات الاستراتيجية تمام. الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في العالم. وبالتالي احنا لو اشتغلنا على يعني منذ الحرب العالمية الثانية وجدنا انه منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط كان هناك وجه للاستعمار جديد، فكانت إسرائيل هي بؤرة الصراع التي ما تم زرعها كجسد غريب من أجل أو كأداة لتنفيذ هذا المخطط الكبير اللي هو مخطط الخاص به اللي هو الاستعماري الغربي بقى بقيادة بشكل جديد بشكل جديد. نفس الأمر يتكرر في أوكرانيا بالنسبة لروسيا، ونفس الأمر يتكرر يحدث في تايوان بالنسبة طبعا لمنع الصين من طبعا التقدم وبسط النفوذ في هذه المنطقة طبعا المحيط الهادي والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي، كل هذه المنطقة هي حيوية جدا، والولايات المتحدة الأمريكية يعني لديها هدف حقيقي من منع الصين في التواجد بقوة في هذه المنطقة. خليني معايا على الهاتف الدكتور مختار أبو باشا نائب رئيس المركز العربي للسياسات الاستراتيجية. دكتور مختار مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك وعلى ضيفك الكريم. ضيف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي باليوم السابع. خليني دكتور مختار، العلاقات الأمريكية الصينية تشهد يعني لحظات توتر ثم فترات أخرى من التقارب، يمكن التوتر في الفترة الأخيرة كان زايد شوية خاصة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بولوسي إلى الصين، زيارات حتى لمسؤولين تايوانيين للولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات تخرج سواء من تايوان أو الولايات المتحدة الأمريكية تزعج الصين. خليني في البداية، ماذا يعني تايوان هذه الدولة أو يعني أي مكان أو هذه الجزيرة أو هذه المنطقة ماذا تمثل للصين، وعلى الجانب الآخر ماذا تمثل الولايات المتحدة الأمريكية؟ طيب خلينا أقول لك عناوين مهمة جدا في هذا السياق. تايوان بالنسبة للصين هبة السماء وجزء من الصين الواحدة، كما هي أوكرانيا بالنسبة للروس هبة السماء ولا يمكن التخلي عنها من قبل روسيا. ده كان حديث الرئيس الروسي بوتين مع الرئيس الامريكي الاسبق بوش سنة 2008 اثناء اجتماع لحلف الناس، والولايات المتحدة الامريكية تدرك ده جيدا، كما هي تدرك اهمية تايوان بالنسبة للصين. فناخد العنوانين دول مهمين في هذا السياق. الامر التالي ان الولايات المتحدة الامريكية تدرك كعنوان اساسي انه صعود الصين باعتبارها الورشة الصناعية الاولى على مستوى العالم وقوتها الاقتصادية مسألة مزعجة بشدة للولايات المتحدة الامريكية، ووجهة نظر الجمهوريين ان الصين هو العدو الاول مش الروس، يعني الصين يأتي في المرتبة الاولى من بعد الصين الروس. الديمقراطيين بيروا ان الروس رقم واحد والصين رقم اثنين، والتحالف الموجود ما بين الاثنين واجب ان احنا نهده بشكل كبير ونحاول نأثر عليه. وشفنا في ولاية ترامب الأولى السابقة انه وقع عقوبات جمركية على المنتجات الصينية وصلت 300 مليار دولار، والصين ردت بتوقيع عقوبات جمركية على المنتجات الأمريكية الداخلة إلى الأراضي الصينية بحوالي 150 ل 180 مليار دولار. إذن الحرب التجارية ما بين الدولتين موجود، التحالف الصين الروسي مش مخفي، هو تحالف اقرب الى التحالف الاستراتيجي، والصين اللي دخلت عوضت الروس بشراء النفط والغاز الروسي بعد حصار امريكي غربي ومنع استيراد النفط والغاز الروسي، فالتحالف ما بين الجهتين تحالف مهم جدا.
والولايات المتحدة الأمريكية وهي دائما وأبدا تتحدث عن تايوان كما هي تتحدث عن أوكرانيا، هي بتخلق منغصات لكلا الدولتين، إشغال لعملية كلا الدولتين. بالإشغال ده بتقدر تلهيهم عن أماكن استراتيجية، تقدر تلهيهم عن تموضع في أماكن مهمة وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، تقدر تشغلهم ان تخش في اتفاقات سياسية او يخشوا في اتفاقات سياسية مع الولايات المتحدة الامريكية وتوزيع اماكن النفوذ والصراع، ودي مسائل مهمة جدا ضمن السياسة الامريكية الخارجية باعتبارها ان بترى في نفسها ان هي القوة الاكبر وان هي الشرط الاعظم وان واجب ان تحافظ عليه بقدر الامكان، وهي تدرك ان هي في مرحله من اخطر مراحلها، اقصد بذلك امريكا، وهي مرحله الترهل الامبراطوري، فخلاص هي في مرحله الانحناء لاسفل، لكن تنغص على الصين بتايوان وتنغص على الروس باوكرانيا، ودي مساله الولايات المتحده الامريكيه. دكتور مختار خليني اتكلم لصعود التوتر، يعني اوكرانيا في النهايه هناك صراع حدث بين روسيا وأوكرانيا ودخل في السنة الثالثة يعني، ومعروف من اللي وراء أوكرانيا والولايات المتحدة والغرب والرسالة واضحة يعني. هل يمكن أن يصل الصراع لهذه الدرجة في وقت من الأوقات أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تايوان في صراع مع الصين؟ وارد، مش مستبعد. وخلي بالك أن التحالف اللي عملته الولايات المتحدة الأمريكية مع إنجلترا وسحبت معها أستراليا تحت مسمى الإكواس، هو معمول هذا التحالف عشان يكون في مواجهة الصين بالمناسبة، ومواجهة الصين والروس وكوريا الشمالية. فوارد بشكل كبير جدا أن تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الدرجة وهذه المرحلة، والكثير بيتوقع أنه على دخول 2027 من الممكن أن يحدث شكل من أشكال المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين فيما هو مرتبط بخصوص تايوان. لكن الوضع الميزاني الدولي هيظل على هذه الحالة، ولا الوضع مثلا في الصراع داخل الساحة الأوكرانية هيوصل الروس لفين، والوضع بالنسبة لحلبة التجاذبات الدولية دي هتصل إلى فين، ده اللي هيحكم المسألة في النهاية، لأن هي تجمعات وتمركزات وقوة بتتشكل وقوة بتنضم لبعض. يعني الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظري، وكان ده تحليل لمركز الأطلنطي في الولايات المتحدة الأمريكية، ان هي لعبت دور اساسي ورئيسي في سحب انجلترا من البريكسيت، وخدت انجلترا من البريكسيت عشان تعمل تحالف استراتيجي معاه وتضم لها استراليا تحت مسمى الإكواس ويكون في مواجهة الصين والروس، ومعروف حساسية استراليا بالنسبة للصين او النزاع الموجود او الصراع الموجود ما بين الجهتين. فانا متصور لا، الصراع مش بعيد، والولايات المتحدة الأمريكية بالبلد كده بتجر شكل. يمكن انت اشرت لزيارة بيلوسي، من بعد زيارة بيلوسي زار اعضاء من مجلس الشيوخ الامريكي ممن هم منتسبين الى الجمهوريين. ترامب في كل احاديثه اللي بيتحدث فيها في مجريات العملية الانتخابية بيتحدث دايما عن الصين، وبيرى ان الصين دي مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، لكن الروس من الممكن احتوائها، لكن واجب ان احنا يكون لنا نظرة مختلفة في ادوات تعاملنا مع الصين. الصين لما دخلت واشترت 1200 مصنع في ظل الأزمة أو بداية الأزمة أو الصراع داخل الساحة الأوكرانية من كبريات المصانع في العالم الغربي اللي تأثروا بحكم عدم استيراد الغاز الروسي، الصين اللي دخلت اشترت هذه المصانع واستفادت بها ووظفتها، وبدرجة أو بأخرى استطاعت أن تستقطب جزء كبير جدا من العالم الغربي في علاقات اقتصادية معها. بشكرك الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للسياسات الاستراتيجية، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن بعرض دلوقتي سوليفان مستشار الأمن القومي في زيارة للصين، يعني وده حاجة غريبة يعني. هو إطاري طبعا أعتقد أن سياسة الاحتواء الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول بقدر الإمكان، وخاصة في ظل الديمقراطيين دائما ما يتعاملوا بفكرة تعظيم هذه السياسة، سياسة الاحتواء، لأنه الصين أيضا هي لديها سياسة مهمة جدا وهي سياسة النفس الطويل في التعامل مع طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى التعامل مع يعني
كل مشكلاتها، وحتى التعامل في بسط نفوذها، النفس الطويل، وده سياسة دائما ما تتبعها الصين في كل تعاملها فيما يخص الأمور الخاصة بال يعني المواجهات، سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في تحركاتها من أجل طبعا إحداث النفوذ الاقتصادي أو النفوذ السياسي في التعامل مع دول العالم المختلفة. لكن يبقى الأمر مهم جدا بالنسبة لما يحدث الآن، سواء كان في مواجهة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو بشكل عام في فكرة تغير النظام العالمي والاتجاه إلى القطبية المتعددة، هذا الأمر هو وارد وبشكل كبير جدا، وكل المؤشرات من خلال الحروب القائمة بالفعل والجبهات المشتعلة وبؤر الصراع المتعددة تؤكد أن هناك يعني رغبة وإرادة حقيقية من كل القوى العظمى بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية فكرة أن هي لابد أن يتم تغيير هذا النظام العالمي، لأنه بالفعل ثبت أنه هو يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها وفقط بالتأكيد. حتى على مستوى المبادئ، على مستوى القرارات الخاصة بالشرعية الدولية، على مستوى ما كانوا يتشدقون به كرسالة عظمى كانوا دايما حتى يصدروها للشعوب، فكرة إنشاد الديمقراطية وإنشاد حقوق الإنسان وإنشاد الحريات والعدالة الاجتماعية، كل هذه الأمور سقطت، فسقطت معها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا وفيما طبعا هي تحاول بقدر الإمكان أن تعيد وترمم ما سقط منها خلال السنوات الماضية في فكرة إعادة وإحياء المشروع الأمريكي من جديد للاستمرار في فكرة الهيمنة على النظام العالمي. والهيمنة على النظام العالمي لا يأتي إلا من خلال يعني نقدر نقول منع وصد القوى العظمى المتقدمة وعلى رأسها طبعا الصين اللي هي قدرت تحقق يعني نفوذ اقتصادي زي ما تحدثنا، نفوذ سياسي، نفوذ دبلوماسي، نفوذ حتى عسكري بقى موجود. الصين حاليا دلوقتي بتورد عسكري لكثير جدا من الأسلحة المهمة جدا، يعني لك أن تتخيل الآن طبعا والطائرات والمصانع الخاصة بالطائرات اللي هي الخاصة اللي هي المسيرات الجديدة الآن طبعا ده بقى الصين بقى لها يعني تفوق كبير جدا في هذا الشأن. وبالتالي كل هذه الأمور هي تقلق الولايات المتحدة الأمريكية وتجعل من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لديها رغبة في وقف الصين. أستاذ أحمد خليني هنا أتكلم على جزئية أتكلم عنها الدكتور مختار، هي مسألة التحالف الصيني أو الروسي الصيني وكوريا الشمالية. هل هذا التحالف يمكن أن يكون له تأثير في ظل برضو خلينا أقول مش توتر، تململ من العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو والدول الغربية، خاصة بعد تصريحات ترامب اللي كانت مستفزة للدول الغربية، وان انتوا ما تقدروش تحموا نفسكم وانتوا تدفعوا الفاتورة الدفع مقابل الحماية يعني صحيح. يعني تأثير هذا الجانب من او الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا وكوريا، وعلى الجانب الاخر حاله التململ في الاتحاد الاوروبي وفي الناتو. هو طبعا احنا حتى عندما كان هناك حديث عن فكره من الخاسر في الحرب الروسيه الاوكرانيه، ويعني كان من ضمن الـ يعني التحليلات التي تحدث عنها مجموعه كبيره جدا من المراقبين انه اوروبا ايضا هي خاسره في هذا الامر، لانه فكره انه يعني اوروبا عصفور من العصافير المستهدفه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه انه الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه بقياده طبعا فرنسا على الاخص كان لديها نوع من انواع التململ من الولايات المتحده الامريكيه، وتحدثت عن فكره الخروج وتحدثت عن فكره يعني ضروره وجود جيش اوروبي يعني يدافع عن اوروبا، وبالتالي ده ازعج ايضا الولايات المتحده الامريكيه. الامر الاخر، من يعطي روسيا الاستمرار في موجهة وفي استمرار حربها الآن؟ إذا كانت الأسلحة النووية أو السلاح النووي له دور مهم جدا في هذا الأمر، أيضا الشراكات الاستراتيجية اللي عقدتها روسيا في تعاملها مع الصين وفي تعاملها حتى مع إيران وتعاملها مع كوريا الشمالية، هي أيضا ادتها نوع من أنواع التحصين ونوع من أنواع القوة في المواجهة وفي الصمود للناتو اللي هو تشكل يعني لك أن تتخيل روسيا الآن في وجه 32 دولة، وبالتالي هي كل هذه الأمور لن تأتي إلا من خلال عقد شراكات استراتيجية كبيرة جدا وتحالف حقيقي موجود بينها وبين الصين وبينها وبين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. وبالتالي أعتقد أن هذه التحالفات مهمة جدا في فكرة مواجهة النظام العالمي، وده بالمناسبة أيضا من الأشياء اللي هي بتقلق أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، فكرة أن الخروج أن بعض الدول يعني تخرج من عباءة
بدأت النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتذهب إلى عقد شراكات استراتيجية في تحت يعني راية أخرى غير راية الولايات المتحدة الأمريكية، ده طبعا شيء يعني موجود وبدأ يظهر بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية. يعني طب خلينا بس في الجزئية دي عشان تكمل حضرتك الرؤية دي. هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على وقف المد الصيني وفقا لرؤية حضرتك، خاصة ان المد الصيني زي ما حضرتك ذكرت هو مد اجتماعي ومد خاص ببنية تحتية وسياسة خارجية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية أول ما تحس ان هي في خطر تقوم قلب النظام ومكلمة زي ما حضرتك الديمقراطية وحقوق الإنسان وطلع أي حاجات الهمباقة اللي بتطلعها دي من وقت لآخر. يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على وقف المد الصيني في ظل الرؤى الواضحة دي؟ مهما كان النفوذ الصيني يعني النفوذ أيضا الروسي خلال السنوات الماضية والحديث عن نظام عالمي متعدد الاقطاب، لكن تبقى في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية هي القوى العظمى التي تتحكم في مجريات الأمور في العالم. ده أمر مفروغ منه. صحيح في طموح كبير جدا وفي خطوات كبيرة جدا من الصين، لكن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر، هي الدولة الأكبر بالنسبة للإنتاج المحلي على مستوى العالم، هي صاحبة الاقتصاد الأول، هي صاحبة القوى العسكرية الأولى، هي التي تمتلك أكبر يعني قواعد عسكرية في كل العالم يعني واخد بال حضرتك، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي قادرة. لكن فكرة الطموح والتشكلات الجديدة والشراكات الاستراتيجية الكبيرة والنفوذ الجديد سواء كان للصين، هو ده يهدد من الممكن أن يهدد، لكن تبقى الصين أيضا لديها مشاكلها. يعني لك أن تتخيل أنه من أهم الأسواق التجارية للصين هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الميزان التجاري للصين الدولة بالرعاية، وبالتالي ده مهم جدا يعني لابد أن يوضع في الاعتبار. الأمر الآخر أنه أيضا الصين لديها مشاكلها الخاصة، يعني هناك مشكلة كبيرة جدا في الصين حتى على مستوى الدولة، دولة الصين نفسها أنه تعاني من الشيخوخة، وبالتالي فكرة العمل عادوا تاني بقى ده أصبح ضرورة مهمة جدا لأنه الصين الأمر الآخر بالنسبة للصين أنه أيضا كل المعطيات لابد يعني تؤكد انه لابد ان الصين ان يعني يحكمها الحزب الشيوعي، لانه اذا حدث اي نوع من انواع طبعا في الصين هيبقى في اشكاليه كبيره جدا 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 للصين، وبالتالي فكره الحفاظ على ان يحكمها ان يظل حكم الحزب الشيوعي او الشكل ده مهم جدا. وبالتالي فكره الولايات المتحده الامريكيه قادره على ان هي تقدر ان هي باللغه البسيطه ان هي تلعب في الصين وان هي تهدد الصين، هي تمتلك هذه الأوراق، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل يعني تقدر تقول قدمت النموذج الساحر في فكرة التعامل مع الأزمات والاستثمار في الصراعات وإزاي فكرة التقليب. يعني إحنا من ضمن الأشياء المهمة جدا أنه ما يحدث الآن في بنجلاديش الآن والحالات اللي موجودة الآن من توترات ومن ثورات وخلافه، يعني هناك تقارير ومراكز أبحاث ومراقبين يتحدثون أن من يقف خلف هذا الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية لوقف المد الصيني والنفوذ الصيني عن طريق بنجلاديش اللي هي طبعا مبادرة الحزام والحزام والطريق مهمة جدا عشان أخرج من مضيق ملقا، لابد أنا أذهب إلى أشتري مواني في بنجلاديش، هذه المواني تعطي للصين قوة عشان يحدث نوع من أنواع التمدد، الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذا، وبالتالي كانت اشتغلت بورقة اللعب بالاضطرابات والتوترات داخل بنجلاديش، وكانت من ضمن الأسباب الرئيسية أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء هذا حالات التوتر الموجودة الآن في بنجلاديش. وبالتالي أنت أمام يعني دولة الولايات المتحدة الأمريكية أو قوة عظمى هي تجيد اللعب في يعني بؤر الصراع جيدا وتستثمر في الأزمات من أجل الحفاظ على مصالحها ومشروعها يعني نقدر نقول القومي، لأن هي الولايات المتحدة الأمريكية وصل بها الحال أن تعتبر أنه العالم ضمن محددات الأمن القومي الأمريكي. ده ومن حقها إن هي تستهدف أي مكان في أي حتة في العالم. ده هي. تحت عنوان الأمن القومي الأمريكي. صحيح. الملف النووي بقى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والأزمات اللي بتحصل من وقت لآخر.
هو خلينا نتحدث انه وفقا للغه الارقام انت بتتكلم على انه الصين الولايات المتحده الامريكيه تمتلك حوالي 5500 راس نوويه، وبالتالي هناك تفوق كبير جدا للولايات المتحده الامريكيه، في مقابل انه الصين تمتلك وفقا للارقام حوالي 350 راس نووي، وبالتالي الفرق كبير جدا. لكن فكرة التفوق التكنولوجي وفكرة رغبة الصين في تحقيق طفرة في هذا الأمر هي قادرة وتستطيع أن تحقق طفرات مسبقة. الأمر الآخر أنه صحيح إذا كان الردع النووي أو السلاح النووي هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الصين أيضا ما ينفعش أن أنت يعني تقدر تقول هي غير قادرة على أن تحقق هذا الردع. التوازن هو هذا الردع. لكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال أو في هذا الشأن هي الأكثر تفوقا والأكثر قدرة في استخدام سلاح الردع اللي هو الخاص بالسلاح النووي. شكرا أستاذ أحمد، نورتنا. شكرا لحضرتك. كل الشكر وتقدير لضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد التايب المحلل السياسي باليوم السابع، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من حوار اليوم، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.